في سبيل خلق بيئة مجتمعية أكثر وعي بين شريحة النساء. يتدربن 200 من الفتيات في مجال التثقيف الصحي بعد اجتيازهن امتحان القبول واختيارهن من بين فتيات كثر على مستوى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وذلك من خلال أنهم بيقوموا بالبحث النشط والاكتشاف النشط لحالات سوء التغذية الحاد والوخيم للنساء والأطفال. أيضا بيقوموا في شرح للأمهات أو تثقيف الأمهات حول التدابير العلاجية للالتهاب الرئوي، للإسهالات والأمراض السارية المتوفرة في المجتمع. أيضا بيزيدوا الوعي أو التثقيف عند الأمهات. مشروع التوعية والتثقيف هذا أتاح للفتيات الالتحاق بالعمل مستهدفا خريجات الثانوية والجامعات من غير الموظفات وذات الفئة العمرية الأقل سنا في العمر. ونحن نتمنى أن يمدد العقد، فنحن كمؤهلات جامعية وخبرات عالية نحتاج إلى وقت أكثر حتى يتم القضاء على الأمراض الموبئة في البلاد. تهدف الدورة التدريبية إلى إكساب الخريجات مهارات علمية في مجال التوعية الأسرية. يمثل هذا المشروع نافذة أمل للفتيات لا سيما خريجات الجامعات ممن لم يحصلن على وظائف حكومية أو خاصة، لكن فترة التوظيف هنا محدودة. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.